لما بتيجي تعمل حاجة لبلدك دي بتبقى حاجة مهمة وعظيمة وبتكبر جواك. فخليني أقول لك على حياة كريمة مثلا. هم فين بقى؟ النهاردة كانوا في جامعة كفر الشيخ وعاملين ندوة تثقيفية زي بتاعة امبارح على سبيل المثال. هم راحوا طنطا وراحوا السويس وراحوا اسكندرية وآدي أهو في كفر الشيخ وبيعملوا نفس الموضوع، بيفهموا الطلبة والطالبات اللي موجودين هناك أهمية العمل التطوعي علشان يتم تعزيز هذا العمل، وعلشان الولاد يعرفوا يعني ايه حياة كريمة، وعلشان الولاد يعرفوا هم بيقدموا ايه لمصر. كل واحد بيشتغل في هذه المؤسسة بيخدم 60 مليون مواطن مباشرة، بيفرق في حياة 60 مليون مواطن مباشرة، بيساهم في تعليم 60 مليون مواطن، وفي علاج 60 مليون مواطن، وفي سكن 60 مليون مواطن، وفي شغل 60 مليون مواطن. شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. لسه مختتمين ندوتنا الثقافيه في جامعه كفر الشيخ بحضور السيد رئيس الجامعه والسيد نائب رئيس الجامعه، وبحضور مشرف لعدد طلاب لم يحضر يعني ما حضرش قبل كده في ندوه بهذا الكم من الطلاب وحسهم ان هم يحضروا. ده ان دل على شيء، بيدل على رغبتهم في معرفه الكثير على الانجازات اللي بتتم على ارض الواقع والتطور اللي بيتم على ارض الواقع، ورغبتهم في التطوع وخدمه بلدهم. الشباب ده يعني محتاج فرصه ان هو يتطوع ويبرز ويشتغل ضمن مؤسسة حياة كريمة لمتابعة المشروعات اللي بتتم والمشاركة في عمل الخير وتوصيل الإعانات الاجتماعية لمستحقيها. الكل كان متشوق ان هو يعني يحصل على جرعة زيادة عن المشروع العظيم والمبادرة العظيمة حياة كريمة اللي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، وبتستهدف طبعا تغيير الحياة في الريف المصري وتوفير حياة كريمة ل 60% من سكان مصر. فإحنا كجامعة كفر الشيخ يعني من أول انطلاق هذه المبادرة في 2019 وإحنا واخدين على عاتقنا أن إحنا نزور كل النجوع وقرى الخاصة بالمبادرة حياة كريمة، نقدم لهم كل الخدمات المطلوبة سواء إذا كانت خدمات طبية، قوافل طبية، قوافل بيطرية، قوافل زراعية، إرشادية، قوافل توعوية. كان من حسن حظنا ان محافظة كفر الشيخ في بداية في المرحلة الأولى كان عندنا مركز مطوبس، وهو أحد المراكز الرئيسية في المحافظة، المركز اللي كان بيعاني من مشاكل كتيرة جدا أهمها الهجرة غير الشرعية، والهجرة غير الشرعية دي كانت في الحقيقة عرض لسبب أو لأسباب، مجموعة أسباب مختلفة. الأسباب دي اللي هي نقص البنية التحتية أو نقص الخدمات بشكل كبير. في مؤسسة حياة كريمة قدرنا إن احنا خلال الفترة اللي فاتت دي نقضي على 99% تقريبا من كل الأسباب اللي كانت موجودة، لأن المؤسسة أو المبادرة على عامة على مستوى الجمهورية شغالة على كل المستويات، ما تحت الأرض ما فوق الأرض، في الفكر، في التعليم، في الصحة، في كل المستويات. احنا لو شفنا الشباب اللي موجودين معانا النهاردة، هم استغلوا طاقتهم السلبية اللي كانت بتطلع في اتجاهات ممكن ما تكونش اتجاهات سوية. النهاردة الشباب كل بيستغل كل الطاقات دي علشان دولة، علشان تتجه في صف الدولة. الشباب دول النهاردة هم الوقود اللي احنا بنشتغل عليه. اتطوعت في مبادرة حياة كريمة، وإن شاء الله هنقدم الفترة الجاية مشروعات كتير قوي، وهننزل كرة أكتر ونساعد الناس أكتر محتاجة. إحنا كمتطوعين إحنا بنقدر نوصل للمحتاجين بعض الأغذية اللي بتجيلنا، وفي نفس الوقت كان لسه داخل علينا الفترة اللي فاتت ديت فترة المدارس، فإحنا حبينا نفرح الأطفال. فقدرنا نعمل إيه؟ قدرنا نعمل كشف بيانات خاص بالأطفال ديت اللي هم المحتاجين، فإحنا قدرنا نوصل لهم الشنط بتاعة المدارس عشان نقدر ندخل على لهم الفرحة والسعادة. دورنا كمتطوعين بنعمل كشوفات بأسامي الناس المحتاجة في قريتنا، وبيتم صرف كراتين ليها أو أيا كان المساعدات، وبرضه في المدارس بنعمل أدوات مدرسية وبنقدمها للي هم أخواتنا، وفعلا تطوع حياة.